في تربية النشأ الصالح بفرنسا. أنا ما وطئت قدمي موطئا في أوروبا وفي غيرها من غير بلاد المسلمين إلا وطلب مني أن يعني كل ذي أولاد يسألني أن أدعو الله لبنيه. الناس تخاف على أبنائها أكثر من خوفها على أنفسها، لكن هذه القضية ليست متوقفة على الدعاء فقط، ألا بد من أن تخلطوا بالدعاء شيئا من الأسباب. مرة كنا في أفينيو في نيم وأعطيت محاضرة، وكان في الملأ رجل محامي مغربي ممن يعمل في هذا العمل الجمعوي وكذا، قال لي أنت ما خصكش تجي هنا. كان المسجد مليئا كحالته الآن الحمد لله. وطبعا عندما ترى هذه الجلسات يكثر سواد أهلها تفرح، فهو نزع الفرح من قلبي بكلامه. قال لي عندك تشوف هاد الناس هنا الدنيا عامرة وتفرح، قال لي هادو كاع اللي قدامك راه 10% ولا ما كاملاش من عدد المسلمين هنايا. قال لي يلا معايا اللي سيتي تشوف ابناء المسلمين كي دايرين تماك، تهضر معاهم ما تهضرش معاهم في الجوامع. ما السبب في وجود هذا الذي وصفه هذا الرجل والذي يعني جميعكم على علم به؟ انهم لم يسالوا هذا السؤال، ما كانش هذا السؤال يتسول. الناس تاتي للضرب في الارض، للعمل، للكد، ثم تبني بيتا لا يسكنه احد وحتى يكبر يقول لك انا ولدي ما كذا وانا بنتي كذا. من الصدمات الاولى التي اتتني منكم من اوروبا قبل ما نجيكم انا بعدد من السنين، انني كنت مره في القطار وكنت شابا اكتبنا اكوا انه واحد الفئه واحد المجموعه من البنات جاوا من هولندا تتساروا في المغرب، فركبنا معي في الكومبارتمون يرحمك الله. كانت احداهن طبعا بنات امستردام، بنات هولندا عموما معروفين. احداهن اخبرتني ان اباها رئيس مركز اسلامي في هولندا. انا تعرف انت بيطرى الكرسي بش 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 هكا يطرى لي في راسي، ما بقيت فهمت والو. كيفاش رئيس مركز؟ رئيس مركز وبنته هكا وفي واحد اللباس، واش غادي دايره في المغرب؟ بعدا انا ما ظنيتهاش كاع عندها شي علاقه بالعرب هذيك، لانه حتى في شكلها شكل اوروبيه، لباسها درتها ضحكه واش جاي دير في المغرب؟ مع طائفه من البنات هذه هولنديه وحده من جزر القمر وحده كلهم في واحد الشكل. الشاهد هو ان كيفاش رئيس المركز؟ انت رئيس مركز وبنتك هكا، اش دير داك المركز؟ تخرج على ولاد المسلمين كيما خرجتي على بنتك تاهي. ليسبق الى ابنائكم العربيه، ليسبق الى ابنائكم القران. العاصم هو القران، القران تيعطيك الهويه. لكن انتم تتعكزوا. الولد مني تيدير ما عرفت 3 سنين خصك تفك منه، دخلوا الجاردان دونفون الماتيرنيل غراند ماتيرنيل انيسياسيون سي ان سي دو، تيكبر ويجينا ويقول لك سمحوا لي ما تهضرش بالعربيه ما عرفتش نهضر. ما بغيناش خويا نسمحوا لك، ما بغيناكش نسمحوا لك، بغي خصك تكون تهضر بالعربيه. ولكن مع الاسف الغلط ما ديالكش، الغلط ديال هذوك الناس اللي ما هماش. انا بالنسبه لي هاد الاباء هادو بحال كانوا في الكوما ومن بعد ما يخرجوا ما انتش في هذا العالم، ويجي يبكي عليك. دابا كنقول لها الصيف ضيعتي اللبن، هكذا تقول العرب، الصيف ضيعتي، شو ندير لك انا؟ ولكن احرصوا ان يسبق الى ابنائكم القران، احرصوا ان تسبق اليهم العربيه. راه شتي هما جوج الامور، اما يسبق ليه القران القلب واما تسبق ليه حاجه اخرى. وراه القلب راه بحال هذا الكاس، هذا الكاس بلاتي فيه واحد الجريمه هذيك الساعه الحمد لله ما فيهش الماء ياك، واني فيه الهواء ما خاويش. كذلك القلب ان لم تملأه بالحق امتلأ بالباطل. وانت تخلص، وانتم تعلمون قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول. الناس هذه الكلمه ديال المسؤول حولتها، تيقول لي شتي تخدمتها، تيقول لي انا مسؤول وفرحان بها، هي كثرت لك المسؤوليه.
كثر من تسأل عنه. تسأل عن دينه، تسأل عن عقيدته، تسأل عن صلاته التي لم يصليها هو ابن سبع، تصلي يعني أمور خطيرة. وهذاك حنا يكفي بلدان المسلمين وحنا تنخافوا على أولادنا وخصت بدل المجهود لأنه تيارات والأفكار والمشاكل وكذا. أما أنتم كيف ديروا هذه المراكز؟ وأنا قلت لهم مرة يعني هذه نصيحة أنصحها لكل ذي لب في هذه البلاد، هذا المسجد الله يسهل عليكم وتبنيوا المسجد ديالكم خلاص. هذا المسجد راه هي لابينة وحدة بعدا، وهذه اللابينة لا بد لها من أختها. عرفت شنو هي أختها؟ هي المدرسة. راه ما كاين والو لما درتوش المدرسة، خصكم ديروا مدرسة إسلامية. وكاين شتي أنا تنقول لكم هادشي راه والله يصيب من الإحباط منكم، اسمحوا لي راه هادشي اللي تنقول لكم هو الحق، أنا محبط منكم. علاش؟ لأنه أنا تندخلوا للديور تلقى التلفزيون في قد الحيط والفراش وداك الشيء متول، ويبني الدار فيها خمسة ديال ما فيها حتى واحد، المهم راه بانيها. ومني تقول لي عطي باش تبني لازم يقول لك هاك 100 أورو، على أنا بغيت تشري التلفزيون حتى 100 أورو. ولكن مني تبغي نعطي الله كل شيء يدخل عليا، حتى حاجة ما تجيني خفيفة. خص مدرسة الإسلام، خص مدرسة إسلامية. منين أنت تجي عندك البنات، البنت كبيرة يقول لك حيد الدرة وتحيدها، لا بغيتي بنتك تقرا خصك تحيدها وصيفطوها لابيسين ولا بيسين ميكست، ماشي حيد الدرة دابا تحيد الحوايج كلشي. وانت تجي تقول لي والمشكل شنو هو؟ انت تستسلم بعد ذلك، قلبك لا يصير ينكر المنكر. بقاش ينكر، ديروا مدرسة إسلامية وخي تفك لك المشكل. ولكن راه هادشي راه تيخصو الرجال، راه ما تيخصوش الهضرة. حنا ما كرهناش، كل الناس سكتوا بقاو غير جالسين تنجوا بعضياتنا، ولكن من نوضوا نوضوا نديروا. عثمان رضي الله عنه لما قام في الناس خليفة وأراد أن يخطب فيهم أرتج عليه بحال دهش بحال ما عرف ما يقول، ثم قال لهم أيها الناس أنتم إلى أمير فعال أحوج منكم إلى أمير قوال. ما 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 وحلت في الهضرة ماشي مشكل، ولكن الديار هو اللي خصنا. هادشي هو اللي يعتق لكم الأولاد. شي حاجة أخرى، راكم تتمنون على الله الأماني، راه يجيكم شتي يجيكم الإمام مالك هنا يجيكم وينوض مالك ويجلس في بلاصتو ما عرفت شكون كاع، ومن بعد غادي يمشي وانتوما اللي تتبقاو هنا. يقول لكم ما يؤثر في أنفسكم، ولكن بعد ذلك تخرج تشوف أنت مع الفرنساوية هنا وأنت مع الفرنساوية هنا والخدمة والتلفزيون وهكذا ومشى هذاك الشيء. هادشي خصكم تفكروا فيه. أنا علاش نقول لكم مصاب بالإحباط؟ لأنه أنا تنشوف هادشي. أعطي للجامع تيقول لك أنا نعطيه 20 أورو 50 أورو 100 أورو، واش هادشي باش غنبنيو الجامع؟ هادشي باش غنبنيو المدرسة؟ هادشي باش غادي نخلصوا الأساتذة؟ هادشي باش غيقريو الأولاد؟ هادشي بغا التضحية، هادشي بغا البذل، وراه هادي هي الاقتداء. السلف راه هكا كانوا، ماشي السلف هو السواك. ندير سواك في التشامير تتي تقبل لي عيني طويل هذاك السواك، وندير هذا وانا السنه. وهذه السنه ديال الفلوس اللي خصها تبدل، شنو هي؟